الباذنجان بتقدروا تشوه بالفرن او بتقدروا تعملوه على المقلاة الهوائية. هلا بس اروح من رؤيا رح انزل كمان الفيديو كامل انا عملته مع المقلاة الهوائية، فبحب انكم تشوفوا طريقة استخدامها لانه كتير بيجيني اسئلة عن استخدامها الصحيح. ليه منحط الباذنجان ما بيطلع لونه حلو؟ ليه منحط الزهرة ما بيطلع لونها حلو؟ فرح اعطيكم التريك اللي كيف لازم تفركوا الباذنجان، واكيد رح افرجيكم اياها هلا، اللي هي بس شوية زيت اوكي ما رح اكتر، ورح نحط شوية فلفل اسود، ورح نحط شوية ملح، رح احط ملح الهيمالايا اوكي. فاذا انا بس تبلت الباذنجان بالملح وبالفلفل واضفت لهم الزيت النباتي. لما بدك تحطي إشي على الاير فراير يا روان، اذا بس هيك حطيتي هالزيت وعملتي هيك وخلص دخلتي ما رح ياخذ لون ورح يضل مجلد حلو. ومش زاكي، وانا على فكره مش من الناس اللي بحب اشيل القشره ابدا، لا اسكى، فبحب اخليها. فانتوا زي ما قلت لكم هلا حطينا هالزيت، بس بتمسكوا حبات الباذنجان وفركوه، يعني لانه هو زي الاسفنج، فانتوا لما عم تفركوه هيك بالزيت هو تغلغل بكل اجزاء الباذنجان معك. فانا هلا رح ادخلهم على فرن لانه هون ما عندنا مقلاه هوائيه، ولكن انتوا اذا عندكم اياها ممتاز، اذا ما عندكم اياها بتدخلوها على فرن حرارته خليها شوي عاليه 180 او 200 لمده بس ربع ساعه، على فكره ما بياخذ اكثر من هيك. ما بدي اياه يكون يعني كلمتك هالص. ايوه انا بحكي هالط اوكي. فرح ندخله على الفرن. التتبيله اللي بدنا نعملها يا روان، شوفي شو بدنا نضيف. نضيف على الباذنجان، شوفي ما احلاه احلى سلطه، شايفه جاهز للسلطه، وقد ايه خفيف وظريف بدل القلي. وبعدين انا مثلا من الناس كثير بحب الفتات، انا بموت على الفتات على فكره بكل اشكالها وكل انواعها، فهي خفيفه لانها ما فيها صلصه مطبوخه بندوره وهيك. بنحط عليها دبس الرمان، بنحط عليها خل ابيض. كيف يا رورو لحد الان؟ لهلا ممتاز والروايه. شوفي لي هالسماقات الحلوين. تمام، ديما سلطه، هاي خرج سلطه باذنجان، هي بتزبط سلطه، هي بتزبط سلطه، شحتين سلطه باذنجان، حمص مسلوق. ما عندك مسلوق يعني الاستعجال بدك تعمليه على السريع، بتجيبي معلب حمص حب بتحطيه. شوفوا شو زاكي، هاي سلطه لحالها. رح نحط بقدونس ورح احط شويه ورق نعناع، ورح اخليه هيك كبير عادي زي ما هو، رح يعطي نكهه كثير رهيبه مع دبس الرمان وصلصه اللبن، إشي ما صار بصراحه. فزي ما انتم شايفين هلا رح ادمجهم مع بعض. هلا ملح فلفل ما برجع بحط لاني طبعا مملحه ومبهر الباذنجان كثير منيح، زي ما شفتوا حطينا الثوم سوري الملح والفلفل، رح احط شويه رمان ورح اخلي الباقي للتزيين اوكي. هلا هذا الخليط بدنا نحركه، هلا ببلش شوفوا ببلش الباذنجان يعني يتجانس مع دبس الرمان والخل، فبصير عندك صوص، يعني ما بتكون مرقه بس بتكون فيها شويه مروقه، لانه طبعا عندنا خبز محمص، واكيد الخبز برضه عملته بنفس الطريقه زي ما عملت الباذنجان قدامكم على المقلاه الهوائيه اوكي. تتبيلتنا الثانيه اللي هي طبعا صلصه اللبن المتعارف عليها، اللبن. شو بدنا نضيف على اللبن؟ نضيف عليه طحينه اكيد. طحينه هلا حسب الرغبه، في ناس بيقولوا لك انا ما بحب الطحينه بصلصه اللبن بالمره، في ناس بيقولوا لك معلقتين، في ناس بحطوا ربع كوب شوي. يعني زي ما بتحبوا، ما رح اقيدكم، يعني ما في مقدار ثابت انا اعطيك اياه لصلصه الطحينه. صح. كل ناس صح. حسب الرغبه. انا مثلا بحب لبن اكثر، بحب طحينه، وانا بحب اللبن اكثر، وانا بحب اكيد لا اكيد اللبن اكثر لازم. في ناس بقول لك لا انا بحب احس بطعمه الطحينه اكثر. بدنا نحط كمية ثوم، حبتين ثوم، حبتين ثوم، بس الثومات كانوا مناح كبار، متومة جد. بعدين رح نحط رشة ملح. ملح؟ يي يي لا أنا المشكلة إنك فتحتيه وبتقولي ملح، ومش شايفة مش شايفة أبداً أبداً، كنت رح أعملكم إياها مكسيكية الفتة. أنا اسمها شفت تاكو. تاكو. هلا الملح. طب هدول إيش بهارات تاكو ديما؟ هي المكسيكية، رح نيجي لها بوصفة الذرة نستعملها. إذا شو حطينا؟ لبن، حطينا الطحينة، حطينا الثوم، حطينا الملح، ضل عصير الليمون. هيك بتكون صارت مقدار الصلصة جاهزة. هيك صارت تتبيلة الباذنجان ممتازة عنا، تتبيلة اللبن ممتازة، الخبز محمص. وأنا زي ما حكيت لكم هون عندي اللحمة اختياري، يعني بتقدروا تخلوها نباتية، أنا صراحة بحبها هيك. أنا بس بقلي هاي، أنا بحبها هيك لهون. وإذا بدكم تعملوها وجبة متكاملة تضيفوا عليها، يعني شوفي لو ربع كيلو لحمة مفرومة بتصير وجبة متكاملة عندكم. نحتاج لباذنجان أكيد، كمان بدنا معلقتين من زيت الزيتون أو الزيت النباتي زي ما أنتم بتحبوا، بدنا ملح وفلفل، هذا كله بس لشوي الباذنجان. بس يطلع من الشوي رح نحط له سماق
حمص، حب مسلوق، بالإضافة لخل، رمان، فلفل حار، نعناع أخضر وبقدونس، أما صلصة اللبن اللي هي الاعتيادية المتعودين عليها اللي هي لبن طحينة، عصير ليمون، ملح، وفي طبعاً عندنا أشياء للتزيين. أنا حاطة كمان لحمة مقلية مع بصلة اختياري، يعني هاي الوصفة ممكن تعملوها نباتية، ممكن تضيفوا لها اللحمة، وبعد هيك أكيد بدنا شوية أشياء للزينة مثل اللوز والسنوبر وهالقصص.